شارك سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام في منتدى مستقبل الاتصال الحكومي ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2019 التي استضافتها دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وتطرق سعادته في المنتدى إلى ضرورة تنظيم مجال الإعلام وما شهده هذا القطاع الحيوي من تطورات في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي. ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2019 شارك سعادة وزير شؤون الإعلام في منتدى مستقبل الاتصال الحكومي، حيث تطرق المنتدى إلى ضرورة تنظيم مجال الإعلام. أكثر من ينادي بالتنظيم اليوم هم من كانوا يعتقدون بأن التنظيمات هذه تقييد للحريات، هم الإعلاميين نفسهم. اليوم الإعلامي نفسه شاف الكل زاحمة في موضوع الإعلام، السوشيال ميديا، الكل قام يفتي في موضوع الإعلام، يحل عدد المحللين الموجودين في وطننا العربي. أصبح الإعلام ينادي بالتنظيم، نرجو تنظيم الإعلام. نظرتنا المثالية، وأنا ذكرت هذا الكلام قبل قليل، للغرب ترى مبالغ فيها، الغرب عنده نفس المعاناة. أنا أعتقد عندهم أكثر من وزارات الإعلام، عندهم تنظيمات وصلت فيها الغرامات على بعض الصحفيين ومؤسسات الإعلامية بالملايين. يعني لما يصدر حكم قضائي تدفع إحدى المؤسسات الإعلامية ب$7 مليون، أنا أعتقد المسؤول عن هذه المؤسسة يتمنى 10 قوانين و20 وزارة ولا أن يدفع هذا المبلغ. وأشار سعادة وزير شؤون الإعلام إلى التغير الكبير الذي شهدته خارطة الإعلام في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي. قبل يعني فترة سابقة احنا لما نتحدث عن الماضي كنا نقول في الخمسينات في الستينات، انا سأذهب الى 2003 فقط. قبل 2003 لم يكن هناك واتساب ولا تويتر ولا انستغرام ولا سناب شات ولا فيسبوك، كل هذه البرامج ما كانت موجودة 2003. في اليوم من يتحدث عن الشفافية، أنا أعتقد إحنا وصلنا إلى مرحلة الشفافية، لأن بعض المؤسسات الحكومية أو غير حكومية بدأت تستخدم كلمة إفصاح عن المعلومات. هذه المصطلحات كنا نسمعها فقط في البورصة، الآن أي مؤسسة مضطرها أنها تفصح عن أي معلومة. الشفافية فرضت في بعض الأحيان. كما شدد سعادة وزير شؤون الإعلام على أن المؤسسات الحكومية المعنية بالإعلام لا تسعى لتقييد الحريات كما يظن البعض، بل تعمل على حمايتها. أكثر ما يعاني منه اليوم أو ما تعاني منه المؤسسات الحكومية خاصة المعنية بالمؤسسات الإعلامية بأن أنتم تريدون تقييد حريات التعبير، وهذا الأمر غير صحيح. إحنا مشكلتنا أننا نتعامل مع كوطن عربي نتعامل مع الموضوع يعني مكاييل مختلفة. عندما ظهر أحد المسؤولين الغربيين وقال عندما يصل الأمر إلى الأمن القومي لبلدي تتوقف حقوق الإنسان، والتصريح كان جدا كبير. لو صدر هذا التصريح من مسؤول عربي فسيتم تفسيره أنه يريد أن يمنع حقك حتى في الحياة، مش لسه التعبير عن حقوق الإنسان موضوع كبير، ولكن تم التعامل مع الخبر بشكل طبيعي. تأكيدا على كلام معالي الوزيرة بأن الموضوع ليس خاصا بالوطن العربي، عندما خرج عمدة لندن يشتكي من العنصرية الموجودة على السوشيال ميديا، الكل له وسائل للدفاع لحماية مكتسباته. أنا أؤكد بأن أي تشريع أي تنظيم هو وسيلة الدفاع الأولى لحماية مجتمعاتنا. نحن نحمي مجتمع مدني متحضر، نسعى لتقديم خدمات أفضل، ولكن ليس لتفسير مفهوم حرية التعبير بالتطاول اللي نشوفه عبر السوشيال ميديا وحتى عبر القنوات الفضائية. هناك من استغل هذه الفوضى من الخارج وبدأ يعمل خلط ورق في كل قضية، ولو شفناها على جميع مستوى، يعني في كل القضايا سواء كانت سياسية اقتصادية حتى الرياضة تم تسييسها عبر هذه الأجندات. تعزيز الثقة واستمرار التواصل والإيمان بضرورة التنظيم لهذا المجال الحيوي هي أبرز النقاط التي اتفق عليها الحضور في هذا المنتدى العالمي الهام.